عزيز جبيلو مسؤول عن المسبح الداخل بمدينة اليوسفية. في إطار انطلاق عد المسبح صراحة كنتوجه بالشكر لمصلحة الشؤون الاجتماعية والثقافية بمدينة اليوسفية، وكذلك كل الصاهرين لإنجاح افتتاح هذا المسبح اللي أصبح اليوم في حلة جديدة، وذلك بتضافر الجهود ديال عدة أشخاص اللي باينين واللي في الكواليس. ومن هذا المنبر فكنوجه كلمة لساكنة مدينة اليوسفية، كنقول لهم بأن هذا المسبح راه الإشارة ديالكم، ما أتمنى إن شاء الله هو الحفاظ عليه، وأننا نكون عند حسن الظن ديالكم، وكذلك أننا من هذا الباب كنطلب منهم بأنهم خاصهم يحافظوا عليه. هذه بداية بدء. فيما يخص الاستعداد، كيف ما عرف الجميع فالاستعدادات كانت منطلقة تقريبا بشهر قبل افتتاح المسبح، واللي جاء على الضوء ديالو عدة تغييرات كصباغة الجدران، تغيير لون الصباغة، رسم الجداريات، بناء كراسي، بناء حواجز أمنية، يعني تغيير كذلك إصلاح المرافق الصحية وعدة أشياء ربما أنني نقدر ذلك باش يكون المسبح في حلة جديدة. والحمد لله فهذا الشيء تأتى بعد ردود ديال الزوار ديالنا اللي كيجوا تقريبا ما بين 2000 حتى 3000 3400 زائر يوميا، وهذا رقم كبير، وخصوصا مثلا ان المدينه كتفتقد المرافق بحال هذا الشكل، يعني شيء متنفس للانسان خصوصا في فصل الصيف. ومدينه اليوسفيه مدينه جنوبيه واللي كتعرف درجه الحراره ديالها كترتفع، والان كنمروا من واحد الموجه حراريه، فالمتنفس الواحد داخل المدينه او من بين المتنفسات لانه كاينين بعض المسابح اخرى هو مسبح الداخله، واللي كيعرف اكتضاد وكيعرف واحد العدد كبير وواحد يعني اقبال ديال الساكنه، وخصوصا جا في واحد الاحياء اللي هي احياء شعبيه. كذلك من هذا المنبر ما ننساش انني نشكر جميع الاخوان اللي كيشتغلوا معنا بالمسبح، لا من منقذي السباحه، لا من رجال الامن، لا من الناس اللي مكلفين بالعنايه وبنظافه المكان. يعني كنوجه لهم الشكر، كنوجه لهم كلمة التحية والاحترام، لأنهم هما اللي كيضلوا كيسهروا الليل وكيسهروا باش في الصباح يستقبلوا الزوار ويكون الماء في واحد الحلة رائعة. وكيف ما كيعرف الجميع فالحمد لله كنتمنى والله يرحمنا، لأن هذا المشكل ديال شحة المياه وهذا قلة المياه، فكيف ما كنعرفوا فالحمد لله كنا استباقيه لهذه المساله، وتم اصلاح بعض الفلاتر اللي عندنا في المسبح، والحمد لله يعني الاخطاء اللي كنا حنا كنطيحوا فيهم بالسنوات السابقه الحمد لله ما كاينينش، والامور غاديه بسلاسه وبسلام. خصوصا منقذي ديال السباحه، النقطه المهمه بالنسبه للناس، واش يعني الامور العدد كافي وين فيما يخص منقذي السباحه؟ فمنقذي السباحه بالنسبه لي انا كيبان لي بان العدد الحمد لله كيف ما انه كيكون يعني ككل سنه فهو اللي كاين هذا العام، وتقريبا نفس الاشخاص مع بعض التغييرات اللي هي بسيطه. التكوين اللي كان كيف ما كتعرف فكيكون التكوين على مستوى مثلا المناطق ديال جهه مراكش اسفي، كيكونوا كيدوزوا الفورماسيون ديالهم تماك وكيحصلوا على واحد لاتيستاسيون هي اللي كتخول لهم. كيما كتعرف وحنا في التقسيم يعني كيكونوا اللي عنده اتستاسيو 2024 2023 2022، حنا نتمناو يعني من هذا المنبر انني كنوجه ان جميع الشباب، لان خصوصا مدينه اليوسفيه كاينين بزاف الوليدات اللي كيعرفوا يديروا السباحه، مي ان كيكون عندنا واحد النقص يعني في انهم كيمشيو يديروا هذه الدورات التكوينيه ديال منقذي السباحه. علاش؟ لان الانسان اننا نوجه الدعوه ان الوليدات يمشوا لهذا اي حاجه نستافدوا وندخلها كمعلومه عندي فهي مزيان. فيما يخص المسبح عندنا هنا الحمد لله منذ الانطلاقه الى اليوم فالحمد لله الامور دايزه بسلاسه، زيرو حادث الحمد لله، ونتمنى ان نمشيو الموسم كامل ان شاء الله بحال هكا. وخير دليل هو اننا تقريبا كنشوفوا المياه بجوده عاليه، وهذا يعني كنوجه التحيه للناس اللي مشرفين على معالجه الماء وعلى كذا، اللي كنوجه لهم تهم التحيه، واللي كيسهروا الليل هنايا كيبقاو يعني من تقريبا من وراء 8 حتى
الرابعة الخامسة صباحا، يعني باش كيجوا يوجدوا الماء باش يجوا الناس مع الصباح يلقاو في حلة جيدة. وهذا مجهود ما كيبانش للناس وما كيبانش لبعض الأشخاص غير هما، خصنا الأهم من هادشي كامل هو أننا نحافظوا على هذا المكتسب. لاحظت وحكينا واحد الطفرة حقيقية في البنية التحتية وفي الجمال ديال المكان، عطينا السر ديال هذا التغيير هذا، واش كاين شي إرادة حقيقية ديال وهي الإرادة الحقيقية. فصراحة لأننا احنا في اليوسفية، واليوسفية ديما الساكنة ديالهم خاصهم الأحسن. احنا كمسؤولين داخل المسبح وكمصلحة الشؤون الاجتماعية والثقافية، كانوا اجتماعات وكانوا طرح بعض الأفكار، شنو هو اللي يمكن أنه يضاف جديد، شنو من الحويجات اللي غادا تدار. طرحنا هذه الفكره. اول حاجه كنا اننا خصنا نقوموا بتغيير ديال اللون ديال المسبح، لان كان ذاك اللون ديال المامونيه لانه كيعكس الواقع ديال المسبح والمامونيه. بالفعل كان بالقبول، اضافه بعض الكراسي اللي الناس يجلسوا، كاع دوك الاخطاء اللي كنا طحنا فيهم ذاك العام كنا سجلناهم وحطيناهم هذا العام الحمد لله. بحال مثلا وضع الاماكن ديال اللي يجلسوا فيهم الاسر، خصوصا في المسبح الصغير اللي كيجوا ليه الاطفال الصغار، يعني الكراسي ولي باراسور باش ان تكون التغطيه على حساب الشمس، بالاضافه زياده عدد الكراسي. هذا الشيء كان تقريبا مع الاخوان اللي حضرنا في الاجتماعات، وهذا كانت بالموافقه وبدينا خدامين. وحاجه كتوريك حاجه وغاديين، وما غنقولوش حنا راه سالينا هنا، مي كاينين افكار. نتمنوا هذا العام حيت تدركنا الوقت، نتمنوا ان شاء الله الموسم المقبل نزيدوا في انتظار المسبح الاخر. ولكن الحمد لله بعد بحال هكا كاين ردود فعل ديال الاباء وديال اي واحد كيجي، لان دابا ولاو الاغلبيه كيجيو كيقول لك انا ما باغي نعوم ما والو، باغي ندخل نتصور ونجلس. كاين اللي كيجي كيبقى جالس كيسالي ونوض يخرج يمشي. فهذا اي عمل اللي درتي وكتشوف التقييم ديال الناس فتما كتعرف راسك راك غادي في الطريق الصواب. السلام عليكم، نقدم لكم راسي الفرام عبد الحق، منقذ موسمي، مراقب، كنخدم في المسبح ديال الداخل التابع للمكتب الشريف للفوسفات. المجهودات اللي كنديروا هنايا كاينين كلشي كيقوم بالدور ديالو، كاين ريسبونس كبير. يعني كيفاش كتعاملوا بعدد كبير تقريبا حتى 2000-3000 ديال الشخص في النهار؟ كيف ليفيكسيف كتكون كثيره، كنقوموا بالمجهودات ديالنا، لا سيكيريتي كيديروا الخدمه ديالهم، ريسبونسابل حتى هو كيدير كيراقبنا، الميترناجورات كيكونوا في البوست ديالهم، خدامين كل واحد عنده تجربه ليكسبيريونس ديالو، كاين اللي خدام 7 سنين وما فوق، كاينين دراري جداد كنعطيهم حتى حنا خبره باش كيتعلموا منا. الحمد لله كدوز الامور بخير. حد الساعه الامور بخير الحمد لله. كاينه مراقبه جد جد صارمه الحمد لله. شكرا.